دكتور، واحنا هنكمل اونلاين ولا هننزل فيزيك تاني؟ ده سؤال حلو. up till now المخطط ان احنا بعد لما نخلص الاجازه هنرجع تاني، بس هل ده هيحصل ولا لا؟ الله اعلم. يعني depends على الاعداد بتاعت الكيسز اللي موجوده والحكومه. يعني الحكومه كانت طلعت قرار ان احنا نشتغل اونلاين، او مش تشتغل اونلاين، يعني ان نقلل الفيزيكال بريزنس في الجامعه لاكثر حد ممكن قبل العيد. فعشان كده احنا خلينا الثلاث ايام من قبل العيد اونلاين. بعد العيد it depends على اعداد الكيسز اللي موجوده في الدوله والحكومه هتقول. يعني للاسف احنا مش هنعرف نخطط دلوقتي، بس احنا جاهزين. يعني قالوا لنا نرجع الكليه، هنرجع بنفس الطريقه اللي قبل كده. قالوا لنا نكمل اونلاين، هنكمل اونلاين. هو دكتور، لو كملنا اونلاين هنمتحن ريسبوندس ولا هنمتحن هو زوم؟ هو ريسبوندس عليه ضغط عالي قوي صراحه. انا مش من مشجعي ريسبوندس، بس هو عليه ضغط عادي. ايه رايكم نعمل تجربه احنا صغيره، حاجه كده مالتيبل تشويس او اي حاجه كده، لما نرجع من الاجازه يو لا هينفع لما نرجع من الاجازه يوم الاسبوع بعد العيد. يعني ايه رايكم نجرب تيست كده نشوف شكله ايه؟ حاجه ترايل كده من غير درجات؟ ما انتوا لو درجاتكم حلوه ما ندخلها في الدرجات. تمام ماشي، يعني معلش نجربها ونشوف. عشان بس تمام. يعني تبقى اتدربنا عليها، ولو كان فيها مشكله نكتشفها مع بعض. المشكلة إن دكتور خالد شحاتة قال لنا إن الريسبوندس ده لو النت قطع أو الكهرباء قطعت عندكم يبقى هتاخد زيرو في الامتحان. هي مش دي المشكله. الريسبوندس فيه مشاكل كتيره من وجهه نظري. بس احنا لسه بنحاول. يعني كليه هندسه مش مشجعه ريسبوندس قوي. ليه؟ طبيعه امتحاناتنا مش طبيعه الامتحانات بتاعتنا not suitable for response. يعني response يبقى كويس مثلا في المالتيبل تشويس، true and false، fill in the blanks، حلو في الحته دي. لكن ان احنا نكتب على ورق خارجي ونابلود ونرسم I don't know. هنجرب، ادينا هنجربها ونشوف، نجربها ونشوف. بلاش نحكم على حاجه يا احمد قبل ما نجربها ونشوف. نجربها ونشوف مع بعض، ولو كانت كويسه اوكي، ما كانتش كويسه يبقى على الاقل جربنا وعارفين ايه اللي مش كويس فيها، عشان لما نقول ايه مش كويس نعرف نرد. يعني نقول ايه مش كويس عشان جاز. دكتور معلش. تمام يا دكتور، تمام. كشفت عندي النت بيقطع كتير جدا، ما كده ريسبوندس مش هينفع عندي خالص. يعني انا في الفاينل ببقى قاعد بثلاث باقات احتياطي، يعني لو النت هنجربها مع بعض في التست بتاعنا. هستاذنك في التست بتاعنا اقول لك دلوقتي افصل الانترنت وارجع تاني ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. تمام اوكي، احنا هنجرب كل الاحتمالات اللي ممكن تخيلها في مخك في التجربة بتاعتنا عشان نشوف. حتى هقول لكم افتحوا الكاميرا واقول لحد بص وراك، اعمل نفسك بتبص وراك، هات حاجة من وراك، هات كتاب من وراك واشوف الريسبوندس هيعمل ايه، عشان نعرف الدنيا شكلها ايه. احنا امتحاننا اوبن بوك، اقول لك افتح الكتاب قصادك واقرا منه ونبص على، انا هبص في نفس الوقت وانت بتعمل كده هبص على الريسبوندس هيعمل ايه. هنجرب كل البوسيبيليتيز اللي في مخنا. اوكي تمام شكرا. عفوا. طيب تعالوا نكمل مع بعض. احنا النهارده هنتكلم على memory management. خلصنا الحته بتاعت الديدلوكس الاسبوع اللي فات، هنتكلم على memory management. طيب ايه حكايه memory management؟ زي ما كنا اتفقنا في بدايه السمستر، الاوبريتنج سيستم از ريسورس مانجر، بتمانج كل الريسورسز اللي موجوده. وone of the resources اللي موجوده عندي اللي بيحصل لها management هي memory، الرام يعني. There are two types of memory management موجودة في operating systems. Real memory management و virtual memory management. وبالتالي معظمنا هنا عندنا على الأقل فكرة مبدئية يعني إيه virtual memory. ممكن أي حد يقول لي مبدئيا يعني إيه virtual memory؟ مبدئيا. ما هو RAM memory. ممكن تبقى جزء من الهارد ديسك نفسه. بالظبط كده، بالظبط كده يا احمد، بالظبط كده. في الفيرتشوال ميموري انا باخد الرام كله اللي موجود عندي وبستخدم جزء من الهارد ديسك عشان يسبورت مي في الميموري. طيب هو ده ليه مهم؟ تعالى نتناقش الاول هو ده ليه مهم. طبعا عكس كده الريل ميموري انا بستخدم الرام بس، ما اقدرش استخدم حاجه ثانيه غير الرام.
طيب هو ليه ده مهم؟ تعال نتخيل برنامج زي فيفا مثلا. فيفا انت لما بتنستال انتوا بتحبوا تلعبوا ايه؟ ايه جيمز بتحبوا تلعبوها على الكمبيوتر؟ اي حد يديني جيم كده بتحب تلعبوه؟ كول فور ديوتي، في اي ايه تلعبوا ايه؟ الو سامعني شباب سامعني؟ نكمل مع سامعني شباب؟ الو انا جالي رساله الانترنت في مشكله عندي، سامعني؟ حد سامعني؟ سامعني حضرتك يا دكتور. اوكي كنت بقول لكم ايه الابلكيشنز جيمز. انا قلت جيمز عشان جيمز كبيره. ايه الجيمز اللي انتم بتلعبوها جنرالي على الكمبيوتر؟ حدش بيلعب حاجه؟ فيفا دكتور. فيفا. طيب فيفا، تعال نتكلم مع بعض. لما اي حد عمل انستال فيفا السبيس اللي اخذتها على الهارد ديسك بتاعك قد ايه تقريبا؟ 10 جيجا مثلا، نقول 10 جيجا بس مثلاً. انا هقول ماشي، نقول 10 جيجا. تخيل بقى انت لو الرامات اللي موجوده عندك في الكمبيوتر 4 جيجا مثلا وعايز تلعب فيفا، وخلي بالك ان الموجود على الهارد ديسك هو اللي بيتحمل في الرام. احنا كنا شفنا الكمبيوتر بياخد الهارد ديسك يعمل منه كوبي يحطه في الرام عشان يشتغل. فلو الابلكيشن نفسها اللي هي حجمها 10 جيجا اكبر من حجم الرام بتاعتك هي 4 جيجا، ما فيش طريقة موجودة أقدر أخد الجيم كلها وحطها في الذاكرة. طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ في الحالة دي بستخدم virtual memory. إيه حكاية virtual memory؟ باخد جزء من الابليكيشن بتاعي أحمله في الميموري أشتغل بيه، ولما خلاص أخلص الجزء ده ومحتاج جزء تاني من الابليكيشن بشيل الجزء اللي already موجود في الميموري وحط مكانه جزء تاني من الابلكيشن ابتدي اشتغل فيها، والجزء اللي كان موجود في الميموري بحطه على الهارد ديسك. اوكي، ادي فكره الفيرتشوال ميموري. انا بستخدم جزء من الهارد ديسك كجزء من الذاكره بتاعتي عشان الابلكيشنز الحديثه اغلبيتها حجمها ضخم، فعشان حجمها ضخم استحاله تحملها كلها في الذاكره. لو حملت الابلكيشنز، يعني انا بستخدم دلوقتي، انا فاتح قصادي ون نوت ومعايا مايكروسوفت وورد شغال في الخلفيه وكروم شغال في حته ثانيه and so on. لو انا كل الابلكيشنز دي كلها اتحملت في الميموري، انا الرامات بتاعتي هتخلص. الجهاز ده فيه 8 جيجا رام، الرامات كلها تخلص، مش هعرف اشتغل. اوكي، فاذا فكره الفيرتشوال ميموري هي بستخدم جزء من سكندري ستورج او جزء من الهارد ديسك عشان اكبر حجم الميموري. هنا رسمه صغيره موجوده قصادنا، لو شفنا دي رسمه بتوريك ان الريل ميموري هو الرام فقط، الفيرتشوال ميموري هو الرام مع الهارد ديسك. طبعا كتاب سكندري ستورج ممكن يبقى الهارد ديسك او اس اس دي سوليد ستيت ديسك او وات ايفر. في الاولد سيستمز، في الاولد كمبيوتر سيستمز، احنا بنستخدم ريل ميموري، يعني بنستخدم الرام فقط. في الامبيدد سيستمز لغايه النهارده معظمها ريل ميموري، يعني لو انت شغال اردوينو او راسبيري باي او وات ايفر، اغلبيه الحاجات دي تبقى شغاله ريل ميموري. بس البيرسونال كمبيوترز الحديثه انكلودينج، لما بقول personal computers أو personal computing devices، أنا بحط في الكاتيجوري ده الموبايل والتابلت زي الآيباد والكلام ده، معظم الحاجات دي بتستخدم virtual memory عشان تقدر تشتغل. النهاردة احنا هنشوف الاثنين، هنبدأ بالreal memory وبعد كده نتطور إلى virtual memory ونشوف بتشتغل إزاي. Okay, so let's start with real memory management. Okay, for real memory management انا ماليش دعوه بالهارد ديسك خالص. اوكي، الهارد ديسك تايم مش موجود تماما، او مش موجود، يعني ما بحطوش في الميموري مانجمنت بتاعتي. وابتدي اشوف ازاي ممكن الوكيت الميموري دي او اخصص الميموري دي للابلكيشنز اللي شغاله. They have actually divided الطرق المختلفه للتعامل مع real memory لثلاث حاجات. اول حاجه fixed sized، fixed partition، memory management، وهنتكلم عليها بالتفاصيل. وبعدين في ال variable sized أو variable size fixed partition
memory management. وفي الكلمة دي بتالي سمعناها كتير dynamic memory management. خلي بالك ان dynamic memory management مش virtual memory. هي اسمها تبين ان هي ليها علاقة بال virtual memory management بس هي ملاش. dynamic memory management يتبع ال real memory. طيب تعالى ناخد كل واحدة من دول ونشوف بتشتغل ازاي. و as usual احنا عارفين من operating system ومن تاريخنا في المادة دي and there is no Goldilocks solution. يعني كل واحدة من الطرق دي لما هشرحها لك هقول لك ال advantages وال disadvantages. طيب تعالى نبدأ الأول بال fixed size fixed partition ونشوف شكلها ايه. وبعدين نكمل في الورق. تعالى نعمل دي بولد عشان تعرفوا ان ده topic. اوكي هنبدأ نرسم دلوقتي مع بعض. هنفترض مع بعض حاجة بالمنظر ده. ادي الرام. ادي الرام. ده الرام بتاعي. اهو. في الفيكست سايز فيكست بارتيشن ميموري مانجمنت يحصل ايه؟ انا بجيب الرام الموجود عندي دي واقسمها انتو بلوكس اوف فيكست سايز. اقسمها انتو بلوكات كده. شايفين قصدي؟ بلوكس of different of fixed size. يعني for example لو انا هخلي البلوك الواحد 1 ميجا كل البلوكس هيبقوا حجمهم 1 ميجا. اوكي؟ ولو اي ابلكيشن او اي بروجرام او ده بروجرام 1 طلب شويه ميموري انا بديله واحده من البلوكس اللي موجوده. for example لو let us assume ان البروجرام ده او الابلكيشن ده طلب حتى حجمها 2 كيلو. هديله بلوك حجمه كام يا شباب؟ شباب سامعني؟ يا دكتور محرك هديله بلوك 1 ميجا. هديله 1 ميجا برافو عليك. هديله 1 ميجا. طب لو جه بعد كده طلب 5 كيلو هديله برضه 1 ميجا. نفس الكلام برضه برافو عليك. طيب يبقى ده اوتوماتيكلي بيقول لي ان في حاجه غلط في السيستم او في عيب موجود في السيستم ده. ايه هو؟ ايه العيب الموجود في السيستم ده؟ لو طلبت 2 كيلو واداني 1 ميجا ايه المشكله؟ ويست اوف ميموري. ويست اوف ميموري بيرفكت. انا هاخد هنا من دي 2 كيلو فقط اهي وكل اللي هنا ده ويستد. المنقط ده ويستد. فده يعمل waste of memory. كلمة تانية لـ waste of memory يا جماعة في الـ operating system بنقول عليها memory bloat. انتفاخ. بيعمل انتفاخ في الذاكرة. طب هو ليه بيعمل انتفاخ في الذاكرة أو memory bloat؟ عشان أنا لو طلبت هنا أنا طالب 7 كيلو، التوتال بتاعي 7 كيلو، بس الفعلي اللي أنا هحجزه في الذاكرة كام؟ طلع 7 كيلو 2 ميجا. فايت از ا توتال توتال ويست اوف ميموري. بيعمل انتفاخ او ميموري بلوت عندي في السيستم ويخلي الذاكره بتاعتي تخلص بسرعه. طبعا ده الديس ادفانتج بتاعه. تعالوا نشوف طيب ايه الادفانتج بتاعه. هم ليه فكروا في حاجه زي كده؟ هم فكروا في حاجه زي كده عشان اتس فيري ايزي تو امبلمنت. اوكي تعالوا نشوف هي فيري ايزي تو امبلمنت من ناحيه ايه. أول حاجة من ناحية الميموري الوكيشن، أنا لما أطلب ذاكرة أي طلب هعمله الكمبيوتر مش هيفكر، هيدور على أول بلوك فاضي والدهون. مش هيفكر أني بلوك من البلوكس دي على قدي أو أني بلوكس من البلوكس دي مناسبة بالنسبة لي، لا هو بيشوف أي بلوك من البلوكس اللي موجودة ويديهاني على طول. فإت إز فيري إت إز فيري إيزي تو فايند the block to allocate. Just take the first block. That is empty. فقط لا غير. Okay. فده أول advantage من advantages بتاعت السيستم دي. مش محتاج sophisticated، مش محتاج تكنيك معقد
عشان احدد اني بلوك من البلوكس هاخدها. لا، اجري في الميموري اول حاجه تلاقيها فاضيه خدها. طبعا ده كان اول ادفانتج من الادفانتجز بتاعتها. تاني ادفانتج من الادفانتجز بتاعتها it is how it saves space inside the PCB. ايه ده اللي هيقول لي ليه save space inside the PCB؟ هديله 5 marks bonus في حاجة من الاسايمنتس اللي احنا عملناها قبل كده لو كنت ما عملتش وحش فيها، او حاجة في الحاجات اللي فاضلة بتاعتك. Why would this save space in the PCB؟ عشان هيبقى في thread واحد بس او address للthread واحد بس. ليه؟ ما في multiple threads، انا دي ملاش علاقة بالthreads، ممكن في مليون thread شغال عندي تعال براحتك. ليه الميموري مانجمنت تكنيك ده؟ لان بدي fixed block size هي save space في PCB. طيب اسالك انا اقول محمد بروجرام مثلا 1 كيلو و1 أيوة. كيلو فالفي بيبقى زي كسور كده ده بتويست الميموري مع البروجرام سايز بتاعه ما بيعرفش ياخدها، بس انا لو عندي fixed size كله بياخد زي بعضه فهوزع اكتر من هدي ابلكيشنز اكتر يعني ولا لا؟ انا ما فهمتش الاجابه مبدئيا ومش فاهم. طب حاول توضح لي اكتر عشان مش هيبقى عندي الاند ادرس بتاعي او الادرس اللي انا الله أبي. الله 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 ثانك يو اندرو بلس 5 ممتاز. اوكي ثانيه واحده اسجلها عندي عشان ما انساش. اوكي هو بونس فين البونس البونس بونسز Spring OS Andrew. شكرا يا Andrew. طيب تعالوا نشوف Andrew قال ايه يا شباب. قال لي عشان كده انت مش محتاج تخزن ال end address، هو قصده ايه؟ طيب من المعلومات الموجودة جوه ال PCB، one of the information pieces of information inside the PCB is the address of the memory blocks used in the application. صح؟ in the process. لازم جزء من المعلومات اللي تبقى موجودة في الـ PCB هي عنوان البلوكس اللي أنا مستخدمها جوه الـ application بتاعتي. ده جزء من الحاجات اللي بتركها للـ process. الـ process دي مستخدمة أني جزء من الذاكرة. وفي الحالة دي هيبقى عندي linked list. الـ linked list فيه كل الـ blocks اللي أنا مستخدمها. طيب طبيعي عشان اقدر اقول اني بلوكس انا بستخدمها يعني عشان اخزن انهي بلوكس من البلوكس كلها المتاحه اللي موجوده في الذاكره انا بستخدمها في البروسيس ده، طبيعي اول حاجه نفكر فيها ان انا هخزن الادرس بتاعت البلوكس دي، صح؟ العناوين بتاعتها، كل بلوك من البلوكس اللي انا بستخدمه عنوانه ايه عشان اعرف اروح له. اوكي؟ اندرو فكر بشكل حلو قوي، قال لو كانت البلوكس دي حجمها مختلف، يعني كل بلوك حجمه متغير، انا مش بس كنت محتاج اخزن بدايه البلوك يعني بيبدا فين البلوك، انا كنت برضو محتاج اعرف هو بينتهي فين عشان مش كلهم هينتهوا في نفس المكان، صح؟ يبقى in general we need to store start and end address of each block. اوكي اندرو بقى قال لك ايه؟ قال لك بس دي مش جنرال، ليه؟ انا عارف حجم البلوك مسبقا، فلو انا اديت لك بدايته انت عارف نهايته هتبقى فين، البدايه زائد السايز ماينس 1. اوكي مفهومه دي؟ ماشي. يبقى اذا in this case we only need the start address as all blocks are of the same size.
حد بقى يعلي على اللي قاله أندرو. أنا هنا هسيف أدرس عنوان. أنا بقول لك بقى أنت ممكن تخزن حاجة غير العنوان توصل للبلوك والحجم بتاع المكان جوه البي سي بي الخاص بالذاكرة يقل أكتر. مين يقولها لي for another 5 marks؟ بوينتر. أيوة باشا قول يا يوسف. بوينتر دكتور. ما البوينتر is an address. yes صح؟ لو دخلت جوه البوينتر بوينتر address. إيه اللي أنا ممكن أخزره غير الأدرس؟ غير الأدرس حجمه أصغر من الأدرس عشان أصغر المساحة المستهلكة في العناوين. الإندكس بتاع البلوك ده دكتور. Thank you إبراهيم أحمد. Thank you إبراهيم. الله والله العظيم أنتوا أنا لو في إيدي أديكم A plus دلوقتي أنا هديكم. أنتوا زي الفل. إبراهيم plus 5 تاني. Thank you إبراهيم. شوفوا إبراهيم قال إيه يا شباب. قال لك بدل ما تخزن أدرس بدل ما تخزن عنوان ممكن تخزن إندكس. إيه يا عم الإندكس اللي أنت بتقول عليه ده؟ تعال نشوف. بدل given that مش عارف أتكلم عربي كويس. Given that each one of these blocks is the same size أنا مش محتاج أخزن العناوين. كل اللي محتاج اعمله أدلهم اندكس رقم. اول واحد ثانيه واحده اول واحد اهو يبقى 1. استنى اشغل القلم. اول واحد 1 وده 2 وده 3 وده 4 وده 5 وده 6 والاندكس ده اللي انا هخزنه. طبعا اول سؤال هيجي في مخك ده هيقلل من المساحه ليه؟ ده اول سؤال هيجي في مخك. ثاني سؤال هيجي في مخك طيب لو انا عندي الاندكس ازاي اوصل من الاندكس للعنوان؟ هنجاوب السؤالين. نبدأ الأول بالسؤال الأولاني. ده هيقلل حجم الأدرس اللي أنا مخزنه جوه الـ PCB إزاي؟ تعال نبص مع بعض. في المثال اللي أنا موجود عندك هنا اللي أنا بدو لك ده افترض معايا إن حجم الذاكرة دي افترض معايا 16 ميجا. مين يقول لي 16 ميجا يعني 2.5 كام؟ 16 يعني 2.5 كام؟ 16 2 power 4 for 2 power 20 يديني 24 bits صح؟ 24 bits يعني كل عنوان من العناوين دول محتاج 24 bit. حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله؟ حلو قوي. يعني لو عندي 2 blocks نبدا ب 2 blocks بدل ما نزود عن كده عشان الرياضه تبقى سهله. هخزن كام bit؟ 2 blocks يعني اخزن عنوانين يبقى اخزن كام bit؟ برافو عليك 48 ده for 2 blocks okay ده for 2 blocks 48. طب تعال نشوف مع بعض لو كان البلوك الواحد حجمه 1 ميجا يبقى في كام بلوك موجود عندي في السيستم ده؟ 16. 16. طيب يعني عايز 16 اندكس مختلف. هنبدا بالزيرو معلش نبدا بالزيرو ونوصل ل 15. يبقى كام بت هتحتاجه عشان تمثل 16 اندكس مختلف؟ 4 بتس. يبقى البلوك الواحد عشان نخزنه محتاج 4 بتس يبقى 2 بلوكس اخزنه في كام بت؟ 8 bits. بدل ما كنت احتاج 48 bits عشان امثل ال 2 blocks انا احتاج كام bit؟ 8 bits. وكعلى فكره كل لما عدد البلوكس يزيد كل ما عدد البلوكس اللي موجود عندي هنا يزيد كل ما السيفنج اللي موجود عندك هيزيد. مفهومه دي ولا لا؟ دي مهمه قوي تفهمها. طيب افترض ان انتوا فاهمينها لو حد مش فاهم يقول. يبقى اذا اهو واحدة نرجع للتكست Further we can store index numbers of blocks. دي هتعمل ايه؟
reduces further the number of bits. The further, مش further. Needed to represent memory allocations inside the PCB. ماشي يا شباب؟ طيب ده كان السؤال الأولاني، إزاي السيستم ده اللي أنا أحط الإندكس مكان العنوان هيصغر حجم الذكاء؟ وشفناها مع بعض، حسبناها بإيدينا. الجزء الثاني بقى بتاع السؤال الثاني قلت لك أنت المفروض تسألوه، طيب إزاي من الإندكس أوصل للعنوان؟ أكيد أنتوا عارفين. مين يقول لي؟ لو اديت لك اندكس واحد يبقى عنوان كام؟ من 0 ل 16 ومن 0 لاخر للسايز. تمام، لو انا اديت لك، لو اديت لك اندكس واحد، انا عايز اروح للبلوك الاندكس بتاعه واحد، اروح لاني عنوان؟ هيبقى الستارتنج ادرس بلس البلوك سايز. ما انا ما عنديش ستارتنج ادرس، صح؟ ايوه بس عندي اول ادرس خالص بلوك. اللي هو 0 اللي هو 000 صح، 000 اول واحد. دي بلوك 1 عنوانه كام؟ من 0 ميجا. اه بالظبط. خلي بالك انا بقول لك بلوك 1 مش بلوك 0. انت عايز ترقم من 1 ولا من 0؟ زي ما انت عايز، عايز ترقم من 1 ولا من 0؟ اختار. انا برقم من 0 عشان اسهل. عايز ترقم من 1 ميجا. 1 ميجا. واحد ميجا، يبقى لو بلوك نمرة واحد عنوانه واحد ميجا، بلوك نمرة اتنين عنوانه اتنين ميجا. اتنين ميجا يعني من الآخر دي ادرس of the block can be easily calculated. ازاي بلوك index times بلوك تايم وانتهت. طبعا احنا اتفقنا مع بعض there is no goldilocks solution. ده معنى بدل انت هتعمل الحسبه دي، بدل ما تروح تجيب بس العنوان وتروح له، السيستم هيبطئ ولا يسرع؟ سبيد هيسرع عشان اعمل الحسبه هيسرع. لا هيبطئ. هيبطئ عشان في كالكوليشن اضافي. يبقى إذن ده هيبقى أكتر سنة عن أنت لو خزنت العنوان مباشرة. It will be slightly slower. بس قصاد كده أنت بتسيف memory. طيب في الأوبريتنج سيستم بتاعك لو أنت هتتبع اللي هو الفيكس بلوك ده، تحط العنوان ولا تحط الإندكس؟ على حسب في السيستم بتاعك. السرعة مهمة بالنسبة لك. كريتيكال سيستم شغالة في إمبادد حتى كريتيكال قوي في السرعة. ولا بالنسبة لك السبيس مهم، الرام محدود قوي. فانت عايز تعمل الاوبتمايزيشن وتقلل بي سي بي اس ماتش اس بوسبل. انت كديزاينر بتاع الاو اس هتختار على حسب التارجت بلاتفورم بتاعك. اوكي طيب احنا شفنا حتى هنا اسمها ويستد ميموري اللي هو البلوك ده. تعالى نرجعها تاني، اجيبها تاني كده تشوفها اهي. احنا قلنا لو كان ده بلوك 1 ميجا وانا طلبت منه 2 كيلو، ده اليوزد، هيبقى الحتت الفاضيه دي اللي تحت ده اللي هو هنا، ده هيبقى 1 ميج ناقص 2 كيلو، ده ويستد. اوكي ويستد غير مستخدم. الحته الغير مستخدمه اللي جوه بلوك انا حجزته لنفسي تاني. الحته الغير مستخدمه اللي موجوده في بلوك انا حجزته لنفسي هي ويستد، عشان محدش هيعرف يستخدمها. انا حجزت البلوك ده حطيته لنفسي، محدش هياخده تاني، بس هي غير مستخدمه، هي ويستد. بنسميها، بص الكلمه دي، internal fragment. اوكي internal fragment. اوكي كلمه fragment يعني جزء ما لهوش لازمه، انت او جزء wasted يعني internal، عشان هي جوه البلوك اللي انا حجزته لنفسي، جوه البلوك اللي انا حجزته لنفسي. انا حجزت بلوك لنفسي وجوه البلوك اللي انا حجزته ده في جزء من الذاكره wasted. دي اسمها internal fragment او internal fragmentation. طيب
تعال نشوف مع بعض، تعال نفكر مع بعض. احنا كناس بنديزاين الاوبريتنج سيستم لسه شغالين في فيكست بلوكس، يعني لسه الذاكره هتبقى متقسمه لبلوكس باحجام ثابته. بس ايه اللي ممكن اعمله في الاحجام دي عشان امينيمايز از ماتش از بوسيبل الانترنال فراجمنتس؟ مين يقول؟ اعملها divisible by يعني by رقم even او عامه رقم exactly ان انا بيقول باشمهندس بيقول لي خليها divisible by size of programs. استجمعها ثانيه واحده بس، هكتب رساله لعميد الكليه بعت لي حاجه، انا اسف جدا. اوكي معلش. اوكي نرجع تاني. الباشمهندس قال لي نخلي البلوكس اللي موجوده عندي divisible by حجم البروجرام. انا هطور الفكره دي سنه، هستاذنك هقول لك لا، ده انا هخلي الميموري الموجود عندي السايز بتاع البلوكس اللي فيها مختلف. يعني ايه؟ يعني اخلي بلوك حجمه 2 كيلو وخلي بلوكس حجمها 4 كيلو وخلي بلوكس حجمها 8 كيلو وخلي بلوكس حجمها 1 ميجا. طب ايه الهدف من كده؟ الهدف من كده ان كل برنامج يختار البلوك ها اللي على قده او الاقرب له في الحجم such that ما يتبقى من البلوك اللي هو اخده لنفسه يبقى قليل. طيب دي دايما انا قلت لك في الاوبريتنج سيستم احنا شغالين there is no goldilocks solution، يعني على قصاد اللي انا هعمله ده انا هخسر حاجه. طيب ايه هي الحاجه اللي هخسرها؟ مين ممكن يقول لي انا على فكره دي ايه اللي ممكن اخسره؟ ايه في اللي فوق اللي انا قلته اللي ما اقدرش اعمله هنا؟ اللي هو بتاع الـ PCB، اللي هو حتى بتاعة الـ PCB اللي هو ها قول اللي هو الـ address والـ index. الـ address والـ index، برافو عليك. أنا هنا محتاج أحط الـ ending address والـ starting address عشان كل بلوك مختلف، يبقى هنا must store start زائد end address. طبعا ده هيكبر السايز بتاع البي سي، هيخلي البي سي بتاعي يكبر حجمه يكبر. ده اول حاجه. طيب اسالك سؤال دلوقتي، لما اجي الوكيت مام، لما اجي اخد مكان، هل هتبقى سهله زي اللي فاتت اول بلوك الاقي احط فيه ولا هيبقى فيه تفكير اكتر؟ انتوا فاهمين السؤال؟ لا لا اوكي. في الـ في الـ في الـ في الطريقه اللي فاتت دي انا قلت لك، شايف هنا it is very easy to find the block to allocate just take the first block that is empty، صح؟ تمام. دي معناها ايه؟ سهل قوي ان انا ادور على بلوك، انا بمشي في الليست اول حاجه فاضيه هاخدها. هل بنفس السهوله هنا في السيستم دي؟ لا. لا لازم اعمل ايه؟ على اول مناسب انا عايزه واول سايز حاجه الاقيها فاضيه. بالظبط. must search entire structure for the size that or the size that best fits my needs. Okay? But it is no longer as simple. Okay? It's no longer as simple. It's more complicated. I need to search the entire system عشان ادور على
البلوك اللي انا عايزه. فهبطئ شويه في الميموري الوكيشن. الميموري الوكيشن فوق كان سريع قوي، تك خد البلوك اللي وراه خده. هنا لا، دور في كل الميموري على البلوك اللي حجمه as much as possible suitable بالنسبة لك. الانترنت عندي بيداني مسج ان انستابل، سامعيني؟ الو شباب، سامعيني هين ايراني؟ انا ما سمعتش برضه، قولي تاني. حضرتك بتلاك بس كل شوية الصوت عمال بيقطع سلك. بس سامعيني يعني؟ عارفين تفعلوا المحاضرة؟ او كده يعني تمام لحد دلوقتي. ماشي يا جماعة، تعالوا ندخل لآخر حتى في الميموري allocation اللي هي الـ real memory allocation. هنتكلم عليها ونتكلم على شوية حاجات فيها، وإن شاء الله هنقفل المحاضرة على الـ real memory. الأسبوع الجاي نكمل virtual memory لو عرفنا نخلص الـ real. إن شاء الله نخلص. طيب يبقى دلوقتي هنتكلم على dynamic memory allocation. في الـ dynamic memory allocation memory is not partitioned into blocks at the start, but is one chunk from which programs take the exact size they want. Okay? Yeah, if a system that الميموري بتاعتي مش متقسمة، مش متقسمة لبلوكس، هي حتة واحدة، والابليكيشنز بيختاروا من الحتة الواحدة دي الجزء اللي على قدهم بالظبط. يعني لو ده الرام، نرسم شغل القلم، ده الرام وابليكيشن اخدت حتى حجمها 2 كيلو، هتاخد 2 كيلو بالظبط. بص دي لو جت بعد كده الابلكيشن طلبت حتى حجمها 0.5 كيلو، هتاخد 0.5 كيلو بالظبط. لو بعد كده طلبت واحده حتى حجمها 7 كيلو، 7 كيلو، هتاخد 7 كيلو بالظبط، وهكذا. اسال سؤال للناس المركزه معايا، هل في رايك السيستم ده can this system have internal fragments؟ ها؟ لا يا دكتور ما اعتقد. Never. برافو عليك. No, it can't. ليه؟ عشان انا باخدها على قدي اللي انا محتاجه. بالظبط. بالظبط، برافو عليكم. احنا اكيد انتم متوقعين اللي انا هقوله كمان شويه. We are not, we have no Goldilocks solution. يعني انا كده شلت الانترنال فراجمنتس، الله حلو قوي، بس لا، قصاد كده في حاجه تانية هتحصل. اولا it is very very هنا هنا لازم لازم you must store starting and ending addresses for each block. Okay, ده اول حاجه. تاني حاجه، في نوع تاني من الفراجمنتس، في نوع تاني من الذاكره اللي ممكن تبقى wasted، ممكن تبقى موجودة في السيستم ده. حد ممكن يتخيل كده لقدام شوية؟ أنا هرسم لك شوية حاجات تانية عشان نساعدك في التخيل. أنا كده ممكن يبقى عندي programs أو sizes ما مش محتاجها. يعني مثلا ممكن يبقى مثلا عندي size مثلا 6K مثلا، وأنا ما فيش عندي program هياخد ال 6K دول. انت قربت قوي يا اندرو، بس هو انا ما عندي سايزز مسبقا متقسمه، يعني هي بلوكة واحده، وانا كل اللي انا عملته لك شيدنج دلوقتي هو برامج عملت الوكيشن اخر. هو ايه اللي يحصل بعد لما البرنامج يخلص من الميموري بتاعه؟ هيحصل انه هيسيب السبيس ده، هيسيب السبيس ده. افترض اللي حصل بالمنظر ده، هيبقى عندي سبيس فاضي في النص مش عارف استخدمه. اه برافو عليك،
هيبقى عندي space فاضي في النص مش عارف اشتغله. مش بس space فاضي، ممكن space الفاضي ده يبقى صغير. يعني هنا مثلا دي 7 كيلو، هنا عندي space فاضي 0.5 كيلو و 0.1 كيلو. السبيس الواحدة دي صغيرة، بس انت لو ضفتهم على بعض هو لسه صغيرين على فكرة. خليها دي 0.5 لو ضمتهم على بعض هم كام كيلو؟ 1 كيلو. لكن as they are زي ما هم موجودين كده. لا، لو انت اخدتهم as they are، يعني لو في برنامج طلب 1 كيلو دلوقتي، في 1 كيلو available. هو في 1 كيلو available، بس هو ما ينفعش ان هم يتحطوا مع بعض. ما ينفعش بالظبط، ما ينفعش يستخدموا مع بعض. طب البروجرام عايز بلوك واحده حجمها 1 كيلو، ما عندوش، بالرغم ان المساحه اللي موجوده في الذاكره الفاضيه تسمح بال1 كيلو، بس عشان هم مش بلوك واحد متنطورين مش عارف يستخدمهم. دي يا باشا بنسميها ثانيه واحده، this system is prone to external fragments. Okay. يبقى اللي فاتت كانت فيها حاجة اسمها internal fragments، دي في حاجة اسمها external fragments. external يعني خارجية، يعني حاجات خارجية، حاجات خارجية، fragments خارجية أنا مش عارف استخدمها. اوكي طيب، في رايك احل مشكله زي كده ازاي؟ عندي 0.5 وانا عايز 1 كيلو، اعمل ايه؟ كمان ات ميكس ا لوت اوف سنس، دي حاجه تافهه. اري ارينج الميموري هري ارينج المكان المستخدم ده، مثلا البلوك في النص ده احركه يا اما لفوق يا اما لتحت، such that الاثنين دول يبقوا جنب بعض. يعني انا عايز اعمل كده، عايز اجي كده ومحرك دي مثلا فوق مثلا كده، such that يبقى عندي هنا الاثنين كيلو وراها اهي السبعه كيلو، وهنا التو بلوكس اللي موجودين عندي تك 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 تك، ده 0.5 كيلو، ده 0.5 كيلو، وبعد كده 6 كيلو، وبعدين 7 كيلو الأخيرة، وأدمج دول مع بعض. بنسمي عملية الدمج دي compaction. استنى أكتبها لك في حتة ثانية. compaction. أوكي؟ أكتبها لك أهو. This can be solved using memory compaction. memory compaction عشان تدمج الحاجات الفري دي مع بعضها. اسال سؤال للناس الكويسه، هل عمليه الكومباكشن دي هتخلي شويه برامج تبطل تشتغل؟ اه ولا لا؟ واني برامج هتبطل تشتغل؟ هي المفروض هتبطل تشتغل، علشان انا المفروض لما هاجي اعمل ري ارينج الميموري انا لازم اشيل كل حاجه وارجعها تاني في مكان، فالبرامج اللي الادرس بتاعها هيتغير هي اللي هتبطل تشتغل. برافو عليك، البرامج اللي الادرس بتاعها هتتغير، يعني البرنامج اللي بيستخدم البلوك ده او تعالى نعملها بالاحمر بقى، البرنامج اللي بيستخدم البلوك ده وهو شغال اول، وانا بعمل الكومباكشن وانا بحركه، مش هينفع يكمل شغل، مع عنوانه هيتغير، هو لازم يستنى لغايه لما كل القيم بتاعته تتحط في البلوك الجديد قبل ما يقدر يبتدي يشتغل. فاذا اهو this process takes time and stops programs، يعني it is expensive. ما دام حاجه expensive عندي في السيستم يبقى انا عايز minimize as much as possible عدد المرات اللي هي بتتنفس فيها، يعني عايز مينيمايز از ماتش از بوسيبل كومباكشن بيشتغل قد ايه. طيب حد يقول لي ايه هي المينيمم اماونت اوف تايمز
بلاش السؤال بطريقة. امتى اشغل الكومباكشن such that تشتغل اقل عدد المرات؟ امتى اشغل الكومباكشن such that تشتغل اقل عدد المرات؟ لما يبقى عندي بروجرام محتاج ستورج موجوده بس متقسمه. بيرفكت. run compaction when a program requests memory but can't find. طبعا انا ما اقدرش اعرف مسبقا اذا كانت موجوده ولا لا. انا هرن الكومباكشن وانا وخلاص. طيب لو بعد ما عملت رن الكومباكشن وما لقيتش ميموري اعمل ايه؟ الناس بقى الفاكره من زمان. احط اي برنامج في اني ستيت. في الـ suspended. في الـ suspended state عشان افضي مكان اقدر اشتغل فيه. Thank you very much. اوكي. يبقى عشان امينمايز عدد المرات اللي انا بشغل compaction انا برنه فقط لما في program request memory وما يلاقيهاش. وزي ما اتفقنا لسه من سنه دلوقتي زي ما انت قلت لي يا اندرو ان انا اتلخبطت ان لو البروجرام بتاعنا بعد لما عملت ران كومباكشن وما لقيتش مكان للذاكره كمان لسه ما فيش مكان للذاكره في الحاله دي لازم احط حد من البروجرامز في السسبندد ستيت. طيب اسال ناس للناس اللي بتفكر بقى الناس اللي بتفكر بقى طيب يا جدعان امتى ارن الكومباكشن such that ما فيش فراجمنت يقعد فتره طويله يقعد الفراجمنت تقعد المينيمم اماونت اوف تايم في الذاكره اول لما تتخلق او على طول ايه اشيلها يبقى امتى ارن الكومباكشن قول لي بقى امتى شغل الكومباكشن عشان اخلي الفراجمنت الخارجيه الاكسترنال فراجمنت دي ما تقعدش في السيستم الا مينيمم اماونت اوف تايم مينيمم اماونت اوف تايم شباب انا هستاذنكم لما تيجي 25 هضطر اقفل المحاضره عشان بس يعني جالي رساله طالبين مني حاجه في الجوده معلش I'm sorry بس يعني قولوا لي الاجابه دي عشان اعرف اكمل معاكم خطوه كده لقدام ها اللي يقولها لي ياخد بلس 5 يلا هو ده اللي بيخلي الناس تجاوب امتى ارن الكومباكشن عشان الفراجمنت يقعد المينيمم اماونت اوف تايم في الذاكره لما يبقى عندي كذا بروجرام موجود في السسبندد لا انت لو وصلت للسسبندد يبقى انت اوريدي المفروض كنت شغلت الكومباكشن عشان ما دام في حد اتحط في سسبندد يبقى كان في حد طلب بروجرام اطلب ميموري يعني وما لقاهاش فانت شغلت الكومباكشن ده كان عشان مينيمايز الاوفر هيد تمام يعني ده كان اللي هو ال مينيمم اماونت اوف تايمز تنادي الكومباكشن يعني بتحاول تنادي الكومباكشن بعدد قليل قوي عشان تقلل الاوفر هيد بتاعها انا بقول لك دلوقتي ازاي ارن الكرايتيريا بتاعتي اختلف امتى ارن الكومباكشن such that يبقى عندي الفراجمنت اللي موجوده بره تفضل اقل وقت ممكن كفراجمنت تتحول لبلوك عاديه بسرعه minimize the time each block ends as the fragment اي باشا قول تاني صوت حضرتك عمال بيقطع انا اسف طب كده رجع كده رجع تمام اوكي انا عايز اعرف ايه اللي اعمله عشان اخلي البلوك يقعد اقل وقت ممكن as a fragment I want to minimize the time each block spends as a fragment يبقى نادي compaction امتى كل ما يبقى عندي اكتر من بلوك معمول له fragment اوكي اوكي بس انت كده هتضطر تكيب تراك في كام بلوك فراجمنت ايه رايك في طريقه كل ما البروجرام يخلص
each time run compaction, each time a program frees memory. شكرا يا اندرو انت النهارده زي الفل معايا اوكي كل مره ثانك يو كل مره بروجرام يعمل فري الميموري هشغل كومباكشن ليه عشان لو اللي سابه فراجمنت ياخده ويضمه على بقيه الحاجات اللي موجوده حتى لو اللي سابه مش فراجمنت ممكن اللي كان موجود قبل كده يكون فراجمنت فلما اللي يسيبه يبقى كبير احطه على الفراجمنت تصبح اللي قبل كده ما تبقاش فراجمنت تبقى بلوكشه كبيره فممكن نستخدمها طبعا ده على حساب ايه لحساب على حساب الكومبلكسيتي لو انت استخدمت الطريقه دي الكومبلكسيتي بتاع السيستم بتاعك هيبقى عالي قوي عشان كل شويه توقف البرامج عشان تحرك التاني اوكي طيب هفتح التوبيك الاخير وبعد كده نقفل المحاضره هي ليها علاقه بي. انت لو بصيت عندي هنا في البداية خالص كانت الميموري كلها فاضية تمام؟ الميموري كلها فاضية بعد شوية هتبقى في أماكن زي ما انت شفت هنا فاضية في النص وأماكن مشغولة الأوبريتنج سيستم عشان تعرف إيه الفاضي وإيه اللي مش فاضي بتعمل حاجة اسمها فري ليست وتدخل جوه الأوبريتنج سيستم كده وبتعمل لينك ليست متخزن فيها كل الفري بلوكس يعني ايه كل الفري بلوكس يعني كل البلوكس اللي مش محجوزه خلي بالك ان البلوكس اللي مش محجوزه دول متنطوره يعني ايه متنطوره يعني مش بالضروره يبقوا ورا بعض اوكي البلوكس دي مش بالضروره يكونوا موجودين ورا بعض يعني ممكن يبقى في بلوك هنا فاضي في البدايه بلوك في اول السيستم هنا زي ده ممكن ده يبقى فاضي بعد كده الاخير يبقى فاضي النص يبقى فاضي يعني ممكن البلوكس اللي تبقى فاضيه اللي هي مش مستخدمه تبقى متنطوره طيب هو انا ليه جبت سيره الكلام ده لغايه دلوقتي يعني الكلام ده مش مهم قوي في اللي احنا قلناه طب وانا ليه جبت سيره الكلام ده عشان it is very important when choosing which block to بص دي allocate from انا مش شغال هنا fixed size blocks يعني انا لما لو هطلب مثلا 1 كيلو انا مش هاخد ال 2 كيلو كلها ولا 4 كيلو كلها انا هاخد جزء منها بحجم ال 1 كيلو دي مفهومه؟ اوكي طيب it is very important when choosing which block to allocate from that we choose in such a way as to minimize the chance of external fragments after allocation. يبقى وانا بالوكيت وانا بختار اني بلوك من البلوكس دي هاخد منها الواحد كيلو الفكر بتاعي should be that انا عايز اقلل as much as possible ال external fragments. يبقى في رايكم اختار اني بلوك من البلوكس اللي موجود عندي عشان امينيمايز الانترنال فراجمنتس الاكسترنال فراجمنتس على فكره الفكره دي الحته دي اسمها ميموري بليسمنت الجوريزمز اوكي مين يقول لي بسرعه انا عشان بس انا كده قربت خلص المحاضره فمين يقول لي بسرعه فكره واحده على الاقل اختار اني بلوك عشان مينيمايز اكسترنال فراجمنتس طب اقولها بطريقه ثانيه هو الاكسترنال فراجمنت قول محمد اول واحد اوكي ايش معنى علشان مش هحتاج اعمل ريالوكيشن كل مره ما هو خلي بالك ان دول مش بالضروره ان تكون مكانهم ورا بعض في الذاكره دول متنطورين يعني ممكن ال2 كيلو دي تبقى في نص الميموري انا قلت كده في البدايه طيب هي ليه تبقى في نص الميموري وهي اول حاجه في الليست ممكن تبقى اول حاجه حصل لها فري اول لما بروجرام يعمل البلوك فري انا بحطه في الليست ده اسمه فري ليست شايف اسمه الفري ليست يعني اهو فري ليست يعني البلوكس اللي موجوده دي مش مترتبه بالشكل ده خالص في الذاكره بيتنطورين
اوكي فبلاش بلاش نفترض ان هم مترتبين، اختار اني واحده فيه. بسال سؤال بسرعه عشان انا عايز اقفل المحاضره قريب، بسال سؤال بسرعه يساعدني نجاوب ده، انا فاضل لي 3 minutes اصلا، كنت عايز اخلص 25 هتخلص في نص شكلنا. طيب اسالك سؤال، هو الاكسترنال فراجمنت هو بيبقى فراجمنت عشان حجمه صغير ولا حجمه كبير؟ حجمه صغير، حجمه صغير اصغر بلوك يعني ال 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 الحته اللي فاضيه لو كانت صغيره ممكن تبقى فراجمنت صح؟ تمام. طيب يبقى انا اختار اكبر بلوك ولا اصغر بلوك؟ اصغر بلوك. ليه؟ لو اخترت اصغر بلوك واخدت منه هتسيب حته صغيره. طيب لو اخدت اكبر بلوك واخدت حتى منه هتسيب حتى ايه؟ كبيره. كبيره. مين افضل، اسيب حتى كبيره ولا اسيب حتى صغيره؟ لا يبقى نختار اكبر بلوك. اوكي يبقى ده واحد من التكنيكس اسمه worst fit algorithm. choose the largest block so that you do not leave a small fragment of memory after allocation. احنا شغالين في الاوبريتنج سيستم، there is no goldilocks solution، والطريقه اللي انا قلتها لك او التكنيك اللي قلتها لك ده فيها عيوب نتكلم عليها الاسبوع الجاي ونكمل بقيه الطرق اللي موجوده. انا في رمضان المحاضره بتاعتي بتتاكل بس يلا ما علينا. فاهمين يا شباب ولا في اي حد عنده اي سؤال؟ افترض ان احنا كده كله تمام. هستأذنكم ممكن بعد لما نرجع من اجازه العيد نجرب الريسبوندس مع بعض. اوكي هيبقى في وقت المحاضره يا دكتور ولا في وقت المحاضره؟ ناخد مثلا نص ساعه او 20 minutes نجربه مع بعض. تمام يعني أوكي. مش الاسبوع الجاي اللي بعد لا الاسبوع الجاي اجازه. احنا نبدا من يعني في الاسبوع الجاي من حسبانك خالص، وراها هيبقى الاسبوع ال 12 نجرب. اوكي تمام ماشي يا شباب، ماشي يا شباب، يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا مع السلامه. نعم.